مرحبا بنات، شلونكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد، واليوم راح نسوي مناقيش زعتر وجبنة. وهيدا احضر، طبعا خليت كوبين ونص حليب دافي، ملعقة شكر وملعقة خميرة، وخليتها حتى تختمر. راح نحتاج شوية نيدو وزيت نباتي ولبن. راح اعجن وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. خليت هنا تقريبا كيلو طحين ابيض، راح اخلي وياه تقريبا نص كوب او ربع كوب حليب باودر، راح اخبط كل شي سوا. بس اسوي خلطة الحليب اللي راح نخليها بالعجينة مالتنا، ونرجع بعد ما اجهز الشغلات. هاي خلطة الحليب اللي خليت بيها الخميرة والشكر، راح اخلي بيها تقريبا نص كوب لبن، نخبط زين. راح نخلي ايضا الزيت ايضا نص كوب، راح يكون عندنا مي دافي حتى نعجن اذا احتاجنا بعد. والعجينة مالتي اللي الطحين راح اخلي رشة ملح. هسه راح ابدي اعجن، اوخر كل شي حتى نعجن العجينة مالتنا قدامكم، نرجع بالخطوة اللي بعدها. هسه راح نبدي نعجن، وهسه راح اخلي خلطة الحليب واللبن والخميرة العجينة وارجع لكم حتى نشوف شو راح تطلع. راح نخمرها لمدة ساعة وبعدين راح نبدي شغل عليها. خلصت العجن، طلعت بهالشكل هذا العجينة، مو كلش قوية وما راح تلزق وياج. طبعا اذا تريدين تستغنين عن تسويها نباتية، راح تستغنين عن الحليب وتخلين مي دافي، واللبن نخلي زيت زيتون بمكان الزيت العادي حتى تطلع طرية وما تصير مثل المخشبة ويانا. هسه راح اتركها، اخذها اطلعها من العجانة واتركها ترتاح تقريبا لمدة ساعة. لملمي العجينة، خليها ترتاح لمدة ساعة ونرجع نشتغل ونسوي المناقيش مالتنا اللي بالزعتر والجبنة، ونرجع لكم بالخطوة اللي بعدها. بينما تخلص عجينتنا تختمر، راح نسوي خلطة الزعتر. راح نخلي زعتر زيت زيتون، طبعا هي بيها سمسم، اذا انت تريدين تزيدين السمسم كيفك. ونحضر حشوات الجبنة، نرجع لكم بالخطوة اللي بعدها. بديت تقطيع العجينة، خليت زيت زيتون، راح اقطع العجينة على شكل طوبات متوسط الحجم بالشكل هذا.
راح اكمل تقطيع العجينة مالتي ونرجع بالخطوة اللي بعدها. سويت هذول الدوائر، خليهم بالصينية وبعدين نخلي الحشوات عليهم. هاي راح اخليها اسويها مثل البلم. نكملهم كلهم ونرجع نشوف النتيجة النهائية. هاي راح نسويها بجبنة، بس هاي راح نسويها بالطاوة مو بالفرن. رققيها شقد ما تقدرين. نخليها ترتاح ونرجع نفتحهم بعدين تشوفون ايش راح نسوي بيهم.